طيران ضرب بيتنا بيوتنا، هلا قاعدين بخيمي، عم تندى علينا مطر وبرد وطين، صاروا يقصفونا وتهجرنا، تهجرنا هون على المخيم، لا في لا مدرسة ولا شيء، كلياتنا نزحنا ورفقاتنا صاروا كل واحد مخيم، ضيعتنا هذا الجيش وهددوا ده كله، كنا في الصبح بقير نتحمى من نلبس ثيابنا الجديدة، هلا فقط ذكرت أمي. ذكرت أمي كانت تمشطنا الصبح، طالعنا على العيد روح عيد العب مع رفقاتي، هالدور ما في حدا هوني، يمشطنا وروح العب مع رفقاتي اتحمام. تكفى بعيونك والله لا تشوف. وثلاث عموم تلسان. شفت له بشار الاسد. الله يلعنك الله يلعنك يا بشار، انا الدليل غريب ابوه. الله يلعنك. شفت اللي لاخوه. الله يلعنك الله يجاب زواج جده. الله يسامحه. الله يلعنك. بشار نهبنا قتل بيوتنا نهبي، ما عندنا شيء نلبس والله العظيم. هدلكم بيوتكم؟ هدلكم كلي، ما عندنا شيء. شو عم تعملوا عمو؟ نقى خبز. العالم بطرانا نركب الخبز هون. أنا اليوم مع صديقاتي براء وآية وقررنا نكون أصدقاء على طول. براء رح تحكي لنا قصتها والمطر. براء أنت تحبين المطر؟ أحب وقت اللي كنا ضيعتنا وكان يطلع الزرع وكل شيء، بس هلا لا في الخيام لا ما أحبه، لأنه أتشر الخيام علينا مي وننطب في الطين وتنطب الخيام ونبرد كتير والصوبة كمان ما تشتغل وما نحسن نطلع ولا بس باكين في البيت. أي صف أنتي؟ ما درسنا نحن ونحن طالبين مدرسة اللي وكل البنات. أنتي بدك تدرسي؟ نعم. إيش قد عمرك أنتي حبيبتي؟ 10 سنين. ولهلا ما درستي أبداً؟ ما حد درس منكم؟ لا ما حد لا بيعرف يكتب ولا شيء. طب أنتوا ليش تركتوا بيتكم؟ براء ليش تركتي بيتك؟ ليش النظام على بيتنا ما عدنا نقدر نطلع في بيتنا؟ شو يعمل النظام؟ بيقصف علينا وخرب لنا بيوتنا. طب ايش لازم يصير مشان ترجعوا على بيتكم؟ يسقط الأساس. حبيباتي ان شاء الله يسقط.